يجتمع المجلس الوطني لحزب المواطنين الأحرار في دورته العادية، موعد مهم جدا، موعد أساسي. الهدف منه هو المصادقة على الحسابات السنوية ديال 23، المصادقة على الميزانية ديال 24، لكي نحافظ على الريادة في والشفافية في تدبير الشؤون المالية للحزب، التي أصبحت اليوم حقيقة واحدة من البديهيات التي يجمع عليها الجميع. على المستوى التنظيمي طبعا هناك تثمين لعمل الحكومة، خاصة الشق المرتبط بتكريس الدولة الاجتماعية، الدعم الاجتماعي، الدعم ديال السكن، التغطية الصحية، جملة من القضايا، الاستثمار العمومي، الميثاق ديال الاستثمار الخاص، هذه كلها قضايا تشتغل عليها الحكومة بجدية. وطبعا المجلس الوطني تمنها بشكل كبير، والأولويات طبعا هي الاستمرار في هذا النفس الإيجابي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.